تدريسهم، تعليمهم الأحرف، الكلمات، حسابات، يعني عبارة عن مدرسة ابتدائية. لكن نواجه كثير من الصعوبات، يعني أنه مثلا نحن الآن تحت الأشجار، ممكن يعني يجي مطر، راح نوقف لحتى تنشف الأرض لحتى نجي، مع أنه مأوى مثلا مثل خيمة أو كذا. حتى إذا بدك تبني خيمة راح تدفع آجار الخيمة لصاحب الأرض حتى تقدر تدرس الطلاب. طلعنا من سنتين تقريبا من منطقة سنجار لهذا المكان، وعبارة عن أنه اشترينا دفاتر وأقلام من حسابنا الشخصي، حساب الأطفال، أهل الأطفال، وأمورنا يعني جدا صعبة بالنسبة لي. بدي يجي طفل من آخر المخيم لحتى يوصل للمكان هذا.